تسبب سقوط الأمطار الغزيرة في بعض دول الخليج جراء عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية إلى حدوث فيضانات وسيول، ما أدى إلى إغلاق العديد من الشوارع وقف العمل وإغلاق المدارس الحكومية والخاصة، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا من جراء هذه السيول في سلطنة عمان إلى 18 شخصا معظمهم أطفال. كما تسببت السيول في دولة الإمارات بفيضانات في بعض الطرق الرئيسة، وكذلك أعلن بعض الجهات إغلاق المناطق التي هي فيها. من القاهرة مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية دكتور إيمان شاكر ينضم إلى الدكتورة إيمان شاكر. مرحبا بك يا دكتورة، أبدأ معك بتقييم الحالة التي تصيب هذه الدول الآن، سواء سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، يعني نريد أن نعرف ما الذي يجري. أهلا بحضرتك تمام، وأهلا بكل السادة المشاهدين. بالفعل تتأثر دول سلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين بحالة عنيفة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. السبب فيها هو وجود منخفض جوي سطحي بيجلب كتل رياح قادمة من منطقة بحر العرب والخليج العربي، فبتكون محملة بنسب عالية جدا من الرطوبة. بيتعمق هذا المنخفض الجوي بيصل إلى طبقات الجو العليا، فبيؤدي لتكون سحب عنيفة بتسمى بسحب السوبر سيل، وهي سحب بتكون سحب ركامية بيتخللها أمطار، طبعا بتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وطبعا ضربات البرق والرعد، وأيضا هذه السحب بتكون مصحوبة بطيارة هواء هابطة، فبيكون معها سرعات رياح عالية جدا. فإحنا شفنا في العديد من الفيديوهات والصور كميات أمطار غير مسبوقة، مع طبعا نشاط رياح بسرعات عالية جدا جدا، أدت لاقتلاع أشجار ونخيل في بعض الأماكن في سلطنة عمان، وأيضا كميات الأمطار الغير مسبوقة أدت لجريان الأودية والسيول والفيضانات اللي احنا شاهدناها في العديد من الفيديوهات على هذه الدول، وطبعا أدت للعديد من الوفيات في سلطنة عمان تحديدا حوالي 17 حالة وفاة. أما باقي الدول العربية فالحمد لله لم تعلن أي إصابات أو حاليات وفيات حتى الآن. طبعا هذه الحالة ما زالت مستمرة معنا حتى الآن على بعض المناطق، لكن بدأت تفقد حدتها وبدأ المنخفض الجوي يتجه باتجاه الشرق ليأثر على دولة إيران في بعض المناطق منها، وخلال الساعات القادمة إن شاء الله هذا المنخفض الجوي يفقد طاقته ويفقد قوته وتقل كميات الأمطار وتهدأ الحالة الجوية. طبعا هي حالة قوية جدا سجلت كميات أمطار تعتبر صحيح دكتورة إيمان بأنها لم تحدث منذ نحو 60 عاما. البعض يتحدث عن أن هذه الأمطار بهذه الغزارة لم تحدث أو لم تهطل منذ 60 عاما، مثلا الإمارات على وجه التحديد، يعني ما جرى في الكثير من المناطق. الإمارات
على وجه التحديد كان أعلى كميات أمطار تم تسجيلها 275 ملي، هذه الحالة أعلى كمية أمطار تم تسجيلها 254 ملي، فهي تعتبر قريبة من أكبر حالة تم تسجيلها، فهي تعتبر من الحالات اللي هيتم تسجيلها كأرقام قياسية في كميات الأمطار اللي سقطت على دولة الإمارات وأيضا دولة عمان. لكن طبعا دولة عمان معتاد إن هي بتشهد أعاصير في بعض الحالات بتكون كميات الأمطار أعلى، لكن هذه الحالة استمرت لمدة يومين أو أكثر على عمان، فده أدى طبعا لكميات أمطار ومياه متراكمة في الشوارع بشكل كبير جدا نتيجة استمرارية كمية المطر. طيب كذلك دكتورة نريد أن نسأل يعني طريقة، يعني هل هذا مرتبط بعامل جغرافي معين مثلا في طبعا كل المناطق الجبلية بتكون أكثر تعرضا لكميات الأمطار العنيفة والسيول، لأن لازم تكون طبيعة المنطقة منطقة جبلية بيكون فيها مرتفعات ومنخفضات، فبتسقط الأمطار على المناطق المرتفعة ثم تبدأ بقوة وبعنف تتجه المياه للمناطق المنحدرة، فبتجرف في طريقها كل طبعا ما بتقابله، سواء منازل، سواء أشخاص، سواء سيارات، سواء أي مباني أشجار بتقطعها في طريقها، لأن كميات انحدار المية أو السيل بيكون عنيف جدا وبسرعة كبيرة جدا. شكرا جزيلا لك من القاهرة مدير مركز